إلى يوم جديد دايما برفقتكم المشاهدين عبر شاشة تلفزيون لبنان. بحييكم وين ما كنتوا عم بتتابعونا، على أمل نحن وياكم نقضي ساعتين ونص من الوقت فيهم نوع من التسلية الإيجابية قدر المستطاع، وطبعا جولة على أبرز المواضيع اللي ما زالت مستمرة على الساحة اللبنانية على الرغم من كل ظروفنا الصعبة اللي عم نعيشها يوميا وبكل ومختلف الاتجاهات ومن مختلف أيضا الزوايا. بظل كل الأزمة اللي عم نعيشها أيضا ما فينا نبلش اليوم نهارنا إلا ما نقول تحية صباحية من القلب للبيات ولكل أهل بيات، تحية صباحية للبيات الحلوة، بيات الخضرة، بيات الصامدة بأهلها وبناسها وبشعبها، الصامدة بتراثها وببيئتها، الصامدة أيضا بعاداتها وتقاليدها. تحية لكل الأهالي اللي شافوا النار حدهم وحواليهم، شافوا بيوتهم عم تولع عم تحترق. تحية لكل المتضررين جسديا وماديا وبكل تفاصيل هذا الحريق، على أمل بيوم من الأيام هيك نوعة ويكون في عنا دولة تحمينا من الحريق ومن الغريق ومن أي تفصيل تاني. صباح الخير شادي. جو صباح الخير لك على هالمشاهد يلي عم نشوفها يلي بتحرق القلب مثل ما حرقت الأشجار ووصلت للمنازل بالبيات بشمال لبنان على صرخات الناس والمناشدة بالمساعدة، على أمل أنه دايما كل هيدي المصائب كل هيدي الكوارث يلي عم بتحل فينا يكون في دولة قادرة أنه تاخد قرار ودولة قادرة أنه تحمي وقادرة أنه تطمن. مشاهدينا صباح الخير لكم، صبحية جديدة منتشاركها نحن وياكم مباشرة عبر شاشة تلفزيون لبنان. أكيد جوف بينضموا لنا تباعا بفقرات بموضوعات وبلقاءات على أمل أنها تكون عم تضيف لنا ولكم. يعني دايما شادي بدنا نكمل بهذا البلد شو ما كانت الظروف، يعني مضطرين ما عندنا حل تاني، يعني هلا في حلول تانية بس الناس اللي قررت انها تبقى بدها تكمل على الرغم من كل الظروف الصعبة، على الرغم من انه ما في لا كهرباء ولا اشتراك وشوب وعتمة واللي بدك اياه من تفاصيل، بس مضطرين نكمل ومضطرين نقول انه هذه الفترة رح تمر، يعني شو ما كانت بكل صعوباتها لابد ان رح تخلص بيوم من الايام، لابد انه تخلص، ما في شيء بيدوم لو قد ما طول. فمن هذا الاطار نحن دايما يعني ضيوفنا ناس عن جد مقاومين بكلمة الكلمة من معنى، أنا بتشوف في ناس بعد عم تعمل ماراثون وناس بعد عم تعمل مهرجان صغير ببلدها وناس بعد عم تعمل معرض فن تشكيلي، هول الناس فعلا هن اللي بيخلوا البلد يستمر بهذه الظروف. يعني فعلا استمرارية مثل ما عم تقول، على كل حال عم ندفع فاتورة قراراتنا. صحيح. يعني كمان احنا الحق علينا بكل شيء عم بيصير، بدنا نتحمل المسؤولية ونكون متأملين ونكون مثقفين لحتى نقدر نغير بالمستقبل. مشاهدينا جائحة كورونا يلي بعدها عم بتطال لبنان بهالموجة يلي كمان عم ترتفع الأرقام فيها تباعا بلبنان، لترتفع أرقام يوم مبارح لتلامس 1224 حالة، حالتين وفيات في لبنان فقط. أما الأرقام يلي مثل العادة منذكركم فيهم 1787 للاستفسار عن أي موضوع متعلق بكوفيد 19 و 12-14 أي موضوع متعلق باللقاح. يعني دائما هيدي أرقام كورونا، هيدا عداد كورونا اللي ما زال أيضا عم بيستمر مش بس محليا إنما أيضا عالميا، وعم بيحصد مجموعة من الأرواح، للأسف مجموعة كبيرة من الأرواح. أرقام كورونا عالميا عم تتقدم لتكون الولايات المتحدة الأمريكية بصدارة الدول اللي عندها إصابات ووفيات بنفس الوقت، من بعدها البرازيل، الهند، ومجموعة الدول الأوروبية أيضا عم بتكون متقدمة على هيدا الصعيد. دائما العبرة بأنه ناخد كل الحيطة والحذر، غسل إيدين، التباعد الاجتماعي ووضع الكمامة بطريقة أساسية، مقبلين على موجة مخيفة بلبنان خاصة أنه نحن مستشفياتنا وضعها مزري بهذه الفترة، فلابد أنه ناخد كل الحيطة والحذر. بكل أحوال مشاهدينا قبل ما نفوت ونتعرف على ضيوفنا لليوم، جولة على طرقاتنا اللبنانية مباشرة من غرفة التحكم المروري رح ينضم لنا خلال الحلقة طبعا لحتى نعرف كيف هي مداخل العاصمة بيروت بهذه الفترة من الزمن. طبعا الفقرات الثابتة بعد شوية رح نكون كمان مع تأس مع رياضة ومع كل ريبورتس اللي بينضموا لنا تبع عن خلال الحلقة. المؤلف الموسيقي وشاعر جوزيف مراد رح ينضم لي لحتى نحكي عن فريسون دامور وهو عنوان السدية اللي أطلقوا مؤخرا بيجمع في عمل فني منحكي بتفاصيله. إلى عالم النشاطات المحلية ببلدتنا وقرانا اللبنانية، بلدة اليموني بتنظم ماراثون سياحي، بنعرف كل تفاصيله مع أمين سر جمعية اليموني السياحية أستاذ علي شريف. مع الكاتبة والصحفية هدى سويد بنروح للإصدار الجديد يلي بتأرشف فيه اختبارها مع كوفيد 19 بإيطاليا تحت عنوان أنا أبقى في البيت.
ايضا نحن وياكم بنروح الى مشروع عم تقوم فيه بلدية جزين، تحويل النفايات عن طريق تشجيع اعادة استخدامها وتدويرها. مباشرة حول هذا الموضوع بصرنا يكون برفقتنا لليوم استاذ خليل حرفوش، وهو رئيس بلدية جزين وايضا رئيس اتحاد بلديات منطقة جزين. كل التفاصيل خلال حلقتنا. أما مشاهدينا بختام الحلقة، شيف نادين أسيست تنضم لنا مثل العادة، سوبر يومي فود سوبر إيزي فود على طريقة الشيف. أكيد منخبركم بعد شوي شو رح تكون عم بتحضر. أما البداية رياضية بامتياز مثل العادة مع الفتنس كوتش سائر حسكور. شو محضر لنا فتنس أبديتس؟ منتابع سوا مشاهدينا، منتابع سوا نحن وياكم ببرنامجنا لليوم. صار الوقت نرجع نتعرف أكثر على أحوال طرقاتنا اللبنانية، كيفية زحمة السير ومختلف مداخل العاصمة بيروت. الرائب الأول روبير أبو حيدر بينضم لنا من غرفة التحكم المروري. صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا فيك سيز روبير. يعطيك العافية. يا ريت تعطينا جولة سريعة لو سمحت. نعم، بالنسبة لحركة السير لليوم بنبدأ بالمدخل الشمالي، عندنا حركة سير ناشطة من جوني باتجاه الضي وكثيفة من أنتلياز جل الديب حتى نهر الموت. نعم. المدخل الجنوبي عم نشهد حركة سير ناشطة من خلدي باتجاه أنفاق المطار، وأيضا من خلدي باتجاه الأزاعي حركة سير ناشطة. نعم. بالنسبة للمدخل الشرقي عندنا حركة سير كثيفة من ظهور العبادية علي وصولا إلى دهر الوحش بسبب حادث بين شاحنة وسيارتين نتج عنهم جريحين. نعم. بالنسبة لإحصاءات غرفة التحكم المروري خلال 24 ساعة الماضية، تسجل عندنا 17 حادث للأسف قتيل و16 جريح. نعم. رادار نعم. 657 محضر سرعة زايدة. نعم. أخيرا نعم. نتمنى من المواطنين توخي الحذر أثناء القيادة والالتزام بالسرعة المحددة على الطرقات بالمنطقة. نعم. هذا كل شيء. نعم، شكرا لك على كل هذه المعلومات والمعطيات. تحية لكل العاملين بغرفة التحكم المروري. طبعا بندعي كل المواطنين يتابعوكم على صفحتكم على تويتر لحتى يعرفوا لحظة بلحظة كل أحوال الطرقات اللبنانية. بيروت المدينة اللي ما بتموت بعد انفجار المرفأ، وبذكرى السنوية الأولى للانفجار الأليم لجريمة العصر، مجموعة من الأعمال الفنية اللي عم تحاول تأرشف الحدث، اللي عم تحاول فعلا تكون إلى جانب أهالي الضحايا لحتى تكون ألحانها وكلماتها هي نوع من عزاء لألون ولا أوجاعهم. عمل جديد للفنان جوزيف عطية بيحمل عنوان صلوا لبيروت. مشاهدينا عم نرجع نتابع نحن وياكم الى احوال الطقس لليوم، مباشره الى مطار رفيق الحريري الدولي ومصلحه الارصاد الجويه. بينضم لنا السيد فيصل البنا. صباح الخير. صباح النور، يا هلا. اهلا وسهلا فيك. الله يخليك. يا ريت نعمل جوله سريعه عن درجات الحول، درجات الحراره واحوال الطقس للايام القليله المقبله. هلا بالنسبه للطقس بكفي معنا طقس صيفي معتاد بيسيطر على الحول الشرقي المتوسط خلال هول الايام اللي جايين. مثل ما قلنا اليوم الخميس قليل الغيوم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة بالداخل وعلى الجبال. نعم. ودون تعليل يذكر على السواحل واستمرار تكون الضباب على المرتفعات. ومنقول هون انه بتنشط الرياح احيانا ومنحضر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية. نعم. الجمعة غائم جزئيا الى غائم وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة بالمناطق الداخلية والجبلية، وبتبقى مثل ما هي دون تعليل على المناطق الساحليه. نعم. بيستمر تكون الضباب على المرتفعات ومنحذر من خطر اندلاع الحرائق بالمناطق الحرجيه كمان. السبت قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحراره. نعم. بالداخل وعلى الجبال ودون تعليل يذكر على السواحل. وبيستمر تكون الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح احيانا. نعم. كمان في خطر اندلاع الحرائق، هذا على طول موجود بهالفتره، هذه دائما موجوده. بالنسبة للحرارات على السواحل يوم الخميس بين 24 ل 33 درجة، والجمعة بين 24 ل 33، فوق الجبال الخميس بين 16 ل 29 درجة والجمعة بين 17 ل 29، أما بالداخل اليوم الخميس تتراوح الحرارة بين 18 ل 35 درجة والجمعة بين 19 ل 36 درجة. بالنسبة للهواء جنوبي غربي نهارا شرقي ليلا، سرعتها بين 10 و 35 كيلومتر بالساعة. الرؤية جيدة على السواحل بتسوق على المرتفعات بسبب الضباب، والرطوبة النسبية على السواحل بتتراوح بين 35 و70%. أما حال البحر هو متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه 28 درجة. نعم. شكرا شكرا لك سيس فيصل بنا على كل هذه المعلومات والمعطيات. دايما بتزودونا بأجد وأبرز التفاصيل عن طقسنا للأيام القليلة المقبلة. مشاهدينا فاصل إعلاني قصير ومنبدأ بلقاءاتنا الحوارية، خليكن معنا.
مشاهدينا عم نتابع نحن ويكم بحلقتنا لليوم الى لقاء حواري اول بيخدنا الى بلدة يموني، وتحديدا رح نتعرف على هيدي البلدة وعلى مختلف الانشطة اللي عم بقوموا فيها ابناء البلدة على الرغم من كل الظروف الصعبة اللي عم نمر فيها. بس نرحب بامين سر جمعية اليموني السياحية استاذ علي الشريف. صباح الخير واهلا وسهلا فيك. صباح الخير لك وللمشاهدين من كل الاراضي اللبنانية. اهلا وسهلا فيك علي. يعني قبل ما افوت بنشاطاتكم اللي هو واحد منهم ماراثون رياضي عملتوه من الاسبوع اللي فات تقريبا، بدي تعرف الناس على بلدة اليموني. يعني هي اشهر من ان تعرف، ولكن الناس اللي ما بتعرف عن البلدة كيف فينا نعرفهم عليها؟ اولا بداية اليموني واحة خضراء بتتميز بمياهها الغزيرة والعذبة، نعم، وبسحر وجمال طبيعتها اللي خلتها تكون من اجمل القرى البقاعية بمنطقة البقاع الشمالي. محميتها الشهيرة اللي بتحتوي على الكثير من الآثار الفينيقية والرومانية والعربية، بالإضافة أنه بيتدفق من أراضيها حوالي 42 نبع، إضافة إلى 4 أنهر ما بيطال الجفاف ونهرين موسميين. 4 أنهر كل السنة يعني 12 شهر بالسنة ماشيين. صح، 4 أنهر ما بيطال الجفاف ماشيين على مدار السنة. كانت اليموني مصيف للإمبراطور الروماني أدريانو اللي أصدر قراره الشهير بمنع قطع أشجار اللذاب من المحمية. اليموني بتضم الكثير من الأعشاب والنباتات داخل المحمية، أكثر من 1500 نوع، يعني أكثر تقريبا من 1783 نوع من النباتات و384 طائر مستوطن ومهاجر. هذا عم نحكي بقلب محمية اليموني. بقلب محمية اليموني طبيعية. الطبيعية. هذه المحمية أنشئت لأول مرة سنة 123 ميلادي، أنشأ الإمبراطور الروماني أدريانو وحفر نقش على صخورها باللغة اللاتينية، بعدين ترجموه للغة العربية. قال أنه أنا الإمبراطور الروماني أدريانو أجعل من منطقة اليموني محمية طبيعية وأحرم قطع أشجار اللذاب والشوخ فيها. لأنه من أشهر الأشجار بالمنطقة. من أشهر الأشجار بالمنطقة، خاصة أنه المحمية كمان بتحتوي على أعشاب وعلى نباتات نادرة ومشهورة بالتنوع البيولوجي والنبات. تماما الله يبعد الحريق عن المحمية. أكيد، لأنه امبارح يعني شفنا كمان صح بمحمية الهرم العكار بالأموة صار في حريقة. تماما إذا بنحكي شوي هلأ عن الموقع الجغرافي للبلدة، اليموني بتوقع بالطرف الغربي، نعم، بمحافظة بعلبك الهرمل. المسافة الفاصلة بين بيروت واليموني 111 كيلومتر، والمسافة الفاصلة بين بعلبك واليموني 31 كيلومتر. يعني بدك ساعتين ونص لثلاث ساعات. ساعتين ونص تقريبا هي الوقت بين بيروت وبعلبك. بس ولكن بس مشوار حرزين يعني. 100% مشوار حرزين وجمال الضيعة والطبيعة السحرية والخلابة، المواقع الأثرية المتواجدة فيها بتنسيك يعني تعب المشوار. نعم. هلأ كتار بيسألوا كيف نوصل على اليموني عن اللوكيشن وكذا. إذا نمشي من بيروت الحزمية صعودا ل صوفر غلاي ظهر البيدر شتورة زحلة وصولا لأبلح رياق بعلبك إعاد دير الأحمر واليموني صفرة وصفرة حرزاني. بس صفرة حرزاني يعني بيروح الواحد وينبسط ويغير جو. الناس اللي تطلع على اليموني فيها تقضي ويك أند كامل، يعني في أوتيلات تستقبل، في بيوت ضيافة. هلأ في أوتيل باليموني بس يعني منه ماشي 100%، بس أكيد بالمناطق المجاورة مثل شوية دير الأحمر أكيد في يعني فنادق وفي بيوت صيفية. فيها ناس رح تعمل ويك أند بالمنطقة بشكل عام ومنهم تزور اليموني ومحمية اليموني الطبيعية. نشاطكم الأخير ماراثون تحديدا سياحي على طول 5 كيلومتر، كيف كان النشاط؟ الحمد لله كان نشاط ناجح وشهد اقبال كثير كبير من قبل جميع اللبنانيين، يعني كان في حوالي بين 100-150 شخص. نعم. كان في عدائين يعني من كذا فريق رياضي، فريق طرابلس الرياضي، وكان في كمان عدائين بيشاركوا من تنيين لنادي الانصار، وكمان عدائين بيشاركوا بانترناشونال ريسز يعني على مستوى الدول مثل رامونا خليفي وغيرهم طلعوا شاركوا بالماراثون. هذا هو حدث كان سياحي رياضي. نعم. على ضفاف البحيرة، يعني رياضي بيطلع يعني بيطلعوا ركضوا عملوا سبور وبنفس الوقت تعرفوا على المنطقة على الطبيعة الخلابة على المواقع الأثرية. نعم كان نشاط ناجح والناس تعرفت على المنطقة وعملت رياضة بنفس الوقت واستفادت من جمال الطبيعة بطبيعة الأحوال، وكان على ضفاف البحيرة. صح، كان على ضفاف بحيرة وسد اليمون. وكمان أكيد بدنا نشكر الصليب الأحمر اللبناني على مواكبته لهذا الإيفنت. نعم.
أخذنا بعين الاعتبار أكيد الإجراءات الوقائية لجائحة كورونا والحمد لله كان نشاط ناجح وكانت الأجواء يعني رائعة. نعم نعم. اليوم الناس بتطلع على اليمونة علي شو تحديدا فيها تعمل يعني تنحدد للناس في البحيرة في المحمية فيهم يزوروا أولا بحيرة وسد اليمونة. نعم. في قلت لك أنه اليمونة بتتضمن على 42 نبع فيهم يزوروا هودي الينابيع وفي حديقة اليمونة بالإضافة لمحمية اليمونة الطبيعية اللي هلأ كمان عم ينشغل عليها. لكن ضروري جدا الناس تزور اليمونة ضروري جدا يعني بالفعل في غنى بالمعالم السياحية أكيد بالبلد. نحن كجمعية سياحية نتمنى من كل اللبنانيين يطلعوا على اليمونة ويزوروها وأكيد رح ينبسطوا. نعم. قديش العمل السياحي والاجتماعي بيقدر يخلق نوع من تنشيط اقتصادي للمنطقة علي؟ هلا مثل ما بتعرف انه القطاع السياحي كقطاع هو يعتبر مورد مهم للاقتصاد ولانعاش الاقتصاد. نعم. خاصة نحن هلا بأزمة معيشية واقتصادية عم يشهدها البلد يعني فتعتبر هلا السياحة من أهم الموارد اللي يمكن مثلا تجيب مصاري على البلد من سواء السياح الأجانب والعرب وأموال المغتربين. فهلا نحن التركيز على السياحة الداخلية تماما يمكن مثلا الناس ما تطلع والملفت بالنشاط الأخير إنه كان فور فري يعني إحنا ما أخذنا من الناس رسم دخول يعني كان كله مجاني فنحن هلا عم نركز على السياحة الداخلية بكل منطقة بلبنان في منتجعات في مرافق سياحية تماما في المواطن اللبناني يطلع يزورها ويقضي الويكاند صحيح فيها. صحيح في عالم عم بتزور اليمونة يعني بتلاحظوا بهذه الفترة في أعداد في ناس أقبال من كبير. اللبنانيين خاصة الناس أكيد. كلها عم بتعمل هذه السياحة الداخلية أكيد في إقبال كتير من اللبنانية على البلدة يعني خاصة السنة يعني من بعد جائحة كورونا والقعدة الطويلة بالبيوت صحيح. فالناس مخنوقة يعني بدها تطلع تتنفس بدها تتنفس صحيح فعم يطلعوا على الأماكن أكثر شيء مناطق جبلية أداء ترتفع اليمونة أداء ترتفع عن سطح البحر بين يعني تقريبا 1370 ل 1500 متر حلو يعني برود بعتقد من ساعة ايه المساء منطقة جبلية يعني بكون منطقة جبلية بيكون الطقس جدا حلو عنا أي شيء نضيفه عن اليمونة وعن نشاطاتكم في شيء جديد بالنسبة للنشاطات نحن جمعية اليمونة السياحية يمونة يموني توريزم أسوسيايشن نحن هدفنا تنشيط القطاع السياحي بالبلدة وبالمناطق المجاورة أكيد نحن عندنا كتير من النشاطات اللي عم ننظمهم من مهرجانات اليموني الغنائية اللي الحمد لله يعني حققت نجاحات باهرة وحضورها حوالي 6000 شخص عام 2018-2019 بالإضافة كمان لأنشطة سياحية عم بتكون على ضفاف البحيرة مثل هايكينج كامبينج يعني دائما في أنشطة لحتى الناس تستفيد من جمال بلدة اليمونة ومن طبيعتها الحلوة ومن كل هيدي التفاصيل أنا بقول لك أهلا وسهلا فيك معنا بهيدي الصبحية أستاذ علي الشريف أمين سر جمعية اليمونة السياحية اليمونة وحدة أيضا من أجمل بلدات اللبنانية اللي لابد أنه يزوروها كل المواطنين المقيمين وكل المغتربين اللي عم بيجوا بهذه الفترة على البلد أهلا وسهلا فيك علي شكرا لك شكرا لك مشاهدينا إلى فاصل قصير ومنتابع خليكم معنا مشاهدينا منتابع بصبحيتنا نحن وياكم برحب فيكم من جديد مباشرة عبر شاشة تلفزيون لبنان أحلى صباح بتابع معكم أكيد نحن عم نتشارك من خلال السوشيال ميديا كل تفاصيل برنامجنا وطبعا من خلال www.telelibon.com.lb بهذه الظروف يلي عم نمر فيها الموسيقى بعدها قدرة تنقلنا لعالم تاني وبعد في إبداع وبعد في فن وبعد في خلق بالكلمة باللحن بالجملة الموسيقية لأنه هذا فن قائم بحد ذاته لحتى يقدر يخلصنا يقدر ينقلنا ويقدر يحطنا شوي بجو بعيد عن البشاعة يلي عم نمر فيها الموسيقى دايماً شفاء للروح وكيف إذا كان شخص شغلها بشغف بحب بعمق عن دراسة وعن موهبة أيضاً ضيفي بالستوديو لحتى نحكي أكثر عن فريسون دامور المؤلف الموسيقي والشاعر جوزيف مراد صباح الخير أستاذ صباحك أهلا وسهلا فيك جوزيف بداية لما نحكي عن حضرتك أنت حائز على ماجستير بالعلوم الموسيقية وعدد شهادات تقدير بإدارة الجوقات وأيضاً على صعيد العالمي كمان من إيطاليا ومن أماكن تانية قديه الموسيقى جزء من حياتك وقديه هذا الجزء هو يمكن من أفضل ما أنت هيك بيعطيك شوي راحة وبعد عن كل شيء بتمر فيه وخاصة بهذه الظروف أنا الموسيقى تندهك ندهتني بالتأليف من أول ما وعيت ومثل ما أنت بحاجة لأنك تشوف جمالية الموسيقى بتفتح لك شبابيك على الجمال
بتخليك تشوف الدنيا احلى رغم الظروف البشعه ورغم شو ما بحيطك من اسى ووجع، بتضل تحس انك انت قادر تحلم، والحلم بيوديك على ابداع، وهن والشعر اثنيناتهم توم بيودوك على طريق الابداع. ولهالسبب ما كنت لاقي، رغم اني كنت ببدايتي بدي اعمل علوم سياسيه ودرستها، بس كانت كل مره تندهني وشطيت لعندها اتاري هذه الطريق اللي بدي اياها. اليوم جوزيف بس نحكي عن خيار شخص وعن الموهبه، قد ايه كان عمرك لما انت وعيت لموضوع انه عندك ميل للموسيقى؟ وهل كان في حدا عنده انفلونس بالبيت، يعني حدا بالبيت بيلعب موسيقى بغني بيألف او بالشعر؟ ما بعرف خبرني. بالحقيقه ما كان في حدا، وما كان الجو بيوحي انه انا لازم اعمل موسيقى، وحتى انه المجموعه الكبيره من العائله كانوا يستغربوا انه شو تدرس بيانو عم بحكي انا بالسبعينات. الشعر مبلا بيي كان منحي شعري، ومنه يمكن جينيتيك القصه، يمكن دربت، يمكن غيري، بس انه هو كان احد الاسباب، واطلاعه الدائم على الشعر خليني انا اتحفز بالكتابه. وهي انا صرت اكتب الموسيقى واعمل اغاني للمسلسلات بنصة، اعتبارا انه هني توازن بين كفتين. تتذكر لما بلشت عن عمر صغير الموسيقى؟ خبرني شوي عن هاي المراحل قبل ما يكون في نضج بالخيارات وبالاستكمال بالدراسة وبكل شيء. خبرني شوي عن جوزيف بطفولته بالموسيقى، كيف هو كان يسقف حاله، كيف كان عنده حشرية موسيقية خلينا نقول. ليك هذا السؤال بيذكرني بشغلي بتضحك. قبل ما اتعلم موسيقى كنت اكتب البورتي، يعني الاسطر الموسيقيه، واكتب شو ما كان عليهم، لدرجه اني احتفظت بهذا الدفتر وصدقت انه الموسيقى مزبوطين، وراح بالنسيان. بس درست رجعت له وشفت اني السخافه اللي حاططها كانت حافز للشيء الجدي، وبالشعر حتى المحاولات كانت نوعا ما متقاربة. وهون بقول لك انه ببقى بنفتح حديث عن الشعر والكتابة، يعني النص النثري اثنينهم هن متوازيين طبعا. بس فيهم فرق كتير كبير. بول فاليري بيقول الفرق بين الشعر والنثر مثل الفرق بين المشي والرقص. ما فيهم يقولوا لك هيدي المقولة النثر الشعري والشعر النثري، يها يها. هيديك هون بالشعر عندك قافية ووزن وصور بيانية ميتافور. اليوم صرنا بعصر الأغنية اللي بتحكي مثل المواعظ والتقريرية، كأنها تقرير طبي أو بوليس وعم بيكتبها بس موزونة، بينما هي ربينا نحن على صور شعرية، سعيد عقل وصولا للرحابني إلى ميشيل إطراد إلى آخره. هالكم الهائل من الصور ترفعك، بتنمي خيالك، ما بتبقى على الأرض كأنك مش موجود إلا بصحراء. بالحديث عن تنمية الخيال وتنمية الموهبة، أداة دراسة أمر مهم بالموضوع الموسيقي، لحتى الواحد إذا عنده موهبة خام يكون عم يسألها بدراسة ويكون عم بيوجهها للمكان الصحيح. ما في شيء بينمى منه لحاله، مثل عطية الحياة، بدها موهبة، هي عطية حياة، بس بدها صقل، بدها تطوير، بدها دراسة أكاديمية. البقاء على انه ما انا ابني ذكي والموهبه تكفيني، لا، التطور بيحتاج للتعميق بالدراسه. كل طبيب بيعمل ابديت لكل اشغاله وكل العلوم اللي عم بتصير بالموسيقى. منحنا انا درست شيء اسمه ميوزيكولوجي، ميوزيكولوجي على فان هو يعني العلوم، علوم موسيقيه. كثير بيظنوا انها هي للي فاشل ساينتيفيك بيروح على الموسيقى، بالعكس بده يكون كتير ضليع بهالموضوع، وإذا ما عمل هيك بيبقى مطرحه. مش كلهم في الموهبة، مش كلهم، يعني إنه عطينا موهبة كان في رحابني حد وصلوا النص، وصلوا الموسيقى. بدك تدرس تتصير تقدر بمجال التنافس والتطور، لأنه الموسيقى مراحل، المرحلة الباروك، الكلاسيك، الرومانتيك، المودرن، هلا الفيوجن، الخليط. إذا ما عندك إلمين بهو كلهم بتبقى مطرحه. طبعا جوزيف، اليوم اذا بدي اروح لاصدارك الاخير في سون دامور يلي بيتضمن اكثر من 30 مقطوعه موسيقيه ومن ضمنهم كمان اغاني مسلسلات نعرفها وشاهدناها، خبرني شوي في سون دامور من العنوان لانطلق منه، هيدي رشفه يلي فيها حب يلي بتشبه عملك يلي بتاخذك اكثر لحنين العمل، خبرني ليه اردت انك تجمع كل هالاعمال ضمن في سون دامور؟
80 قطعة في بثلاث سيديات هني مجموعة مسلسلات ما قبل سنتين، يعني من سنتين تم إصداره على أساس بدنا نعمل حفلة توقيع وصار اللي صار من بين أحداث وكورونا. نتأمل أنه نرجع نعمل حفلة التوقيع إصداره مع الأوركسترا. فريسون دامور هو إيحاءات الحياة، ما بيتجي جمالية الحياة إلا عبر الحب، الحب مثل الموت، إذا ما كان هو الحافز بتموت أنت وعايش. وهالموسيقى كانت من ضمن مقطوعات خاصة، وضميت لقلون المسلسلات اللي هيني بحدود هلأ صاروا 22 مسلسل. من المعروفين كان ياسمينة، ولك الحب كل الغرام، إلى يارا، الأرمل والشيطان، شوارع الزل، عندما يبكي التراب، إلى آخره. هالمجموعة كلها حطيتها تأفتح شباك للجمال وأترك عطر. يعني سعد عقل بيقول علمتني حلوة الحلوين انفليت أترك عطر بهالكون. غنية لفيروز. هيدا هو المبدأ اللي بدي إياه، هيدا هو السيناتور أو بصمة، إحدى البصمات اللي حبيت أتركه. شو أهمية أنه يكون في قطع موزعة أوركسترالياً موجودة ضمن المقطوعات اللي هي بفريسون دامور؟ في مقطوعات بور بيانو، يعني أو سوناتا بفورم، هيدا يعني أشكال مثل ما بتقول دور ولا تقطوع إلى آخره. وفي كونشيرتو، يعني حوار ما بين الآلة وآلة تانية، وفي الأوركسترا. هيدا التنوع مثل الحياة، بيشبه الحياة، ما في بستان بيشبه التاني، ما في زهرة تشبه التاني. إذا كان على نمط واحد بور بيانو مثلا أو آلة وحدة سولو تمول، بعدين إذا كان في أوركسترا كل الوقت بتتعب. عطيتك كل إيحاءات الحياة، عطيتك كل ألوان الدنيا والفصول، وهي هي بتشبهها. وهون بتخليني باردون تفرجيك إنه عمق الدراسة كيف بتبين توزيعيا. طبعا جوزيف، اليوم لما روح للشعر لكتابة الكلام يلي محطوط على ألحانك، كمان يعني بين جوزيف شاعر وجوزيف الملحن، كيف بتماشي لحتى تكون عم تعمل أوتوكريتيك، لحتى تكون عم بتصلح كمان وتكون عم بتماشي الأمور مع بعضها؟ لأنه أوقات الواحد قد ما بيشتغل يمكن ببطل هيك يقدر يتطلع على شغله من منظار شوي أوبجكتيف ويعطي رأيه لحتى يصلح. كيف تشتغل لحتى تعطي أفضل ما عندك بين جوزيف الشاعر وجوزيف الملحن؟ سؤال كتير حلو. في شيء بيسموه بالموسيقى التوليرانس، يعني التأقلم على البشاعة وعلى الجمال. يعني إحنا قاعدين باستوديو عم نسجل، على كتر ما بتسمع القطعة ما بعد تقشعل الأخطاء أو حتى الجماليات. بيقولوا الناظر على المعركة أفضل من الذي يعارك، لأنه بيقدر يشوف الشان دو باتاي، المجال دو اكستيريور، يعني عم يطلع من الخارج. لهالسبب أنا من البداية في بارتنر، في بارتنر حد مني، في شريك يكون حد وحدي تيسمع عني، وببعد عن قطعتي وببعد عن شعري مسافة أيام لأرجع اطلع وين الأخطاء، وين الإعادة، وين التصليح. وإلا ما بعود تشوف الفرق بين البشاعة والجمال. هكذا عم نتشارك مع المشاهدين ببعض لقطات يلي هنا بشكله فريسون دامور من الكوفر من السي دي. أدي هيدي التتمة، يعني الجرافيكس، الصور، الباتون، كل هيدي التفاصيل اللي عم نشوفها، الوقت يلي بيعكس كمان الاشياء يلي عم تشتغل عليه بسرعة الموسيقى او خفتها، خبرني شوي قد هيك لازم يكون في تكامل بالعمل لحتى الواحد يقدر يوصل رسالته. ومن فريسون دامور شو بدك توصل؟ شو الرسالة؟ على الكفر انا حاطط جملة ماضية بإيدي بقول لا ميوزيك سي لا ليبرتي انفيني، يا الحرية اللانهائية والمطلقة الابسولو. وحاطت انه لي مو هن لومبر دي سنتيمون، هن ظلال الاحاسيس. الكلمة والموسيقى بيفرجوك شخصيتي، بيفرجوك شخصية الانسان، والصورة المحطوطة بتكمل، لانه نحن نحتاج للمحسوس، والموسيقى المحطوطة والكلام مع الاغاني الغالبية هي موسيقى، لأنه نحن مبدئيا مجتمع أو شعب بحب الحكي. لاحظ بنحكي كتير، سماع الموسيقى شغلة بدها تدريب، أنك تروق الأصغاء، تتروق ما تحكي تسمع. من هالسبب في الكمية الغالبة هي موسيقى صامتة، بنسميها صامتة بمعنى أنه ما فيها كلام. وفي الأغاني
الجينيريكات اللي عم تنزل كانت بالإجمال أعملها موسيقى، مرقنا مرة مرتين أغاني لقوا استحسان أكتر عند الناس، المنتج والمخرج صاروا يفضلوا تعملوها غنية ويجي شانتور، بما أنه أنا عم بخدهم من الأسامي المعروفة إن كان معين شريف ولا ناجي قسطى ولا هشام الحج وإلى آخره، عم نشتغل مع هذا النوع من المطربين ليعطونا القيمة الفنية المضافة على العمل. صارت ترند إذا بدك أنه نحط غنية، مع أني أنا اتجاهي بقول الموسيقى التصويرية لازم تكون موسيقى بس، المشهد بيكمل الموسيقى مثل ما الصورة على الكفر كانت بتكمل شو عم بحط جوا. لنشارك المشاهدين بفريسون دامور، رح نشارك معهم تراك لحتى نعطيهم هيك شوي من الجمالية اللي موجودة بهالثلاثة سي دي بفريسون دامور. نرجع نتابع حوارنا، نصغي سوا. عندما يبكي التراب يلي هي من المسلسل، خبرني شوي الموسيقى التصويرية بعملها، تقرأ النص قبل، تكتشف الشخصيات، خبرني شوي كيف بتصير صياغة الموسيقى لحتى تناسب أجواء المسلسل، الشخصيات، الأحداث يلي عم بتصير، كيف بيصير العمل من هالناحية بالموسيقى التصويرية؟ المطلوب وهو الأساس البروسيدور اللي منشي فيه، أنا بستلم النص، بستلم السيناريو كامل، يعني بحب أقرأ كل التفاصيل تستوحي هاي القصة، مثل عم تقرأ كتاب، بقرأ القصة وبعيشها فعلاً، بعيشها بصير بحالتها، بكتب الموسيقى التصويرية، والصعوبة هي بالتفاصيل المشاهد، يعني الموسيقى اللي جوا هي أصعب من الجينيريك برأيي، والتلمس على النظرة، على التطليعة، على الإكسبرسيون الداخلي، يعني في إتدام بنسميه، يعني حالة نفسية جوا كيف لك ترجمها؟ ممكن الممثل ما يبدع فيها أو ممكن ما توصل لسبب ما. أنا كمؤلف بدي ظهر هذا الموضوع. وبعطيك مثال، شوف فيلم أمريكاني أوروبي عمول ميوت وشوف الترجمة بس شو بتحس، أو رجع مع اسمع الموسيقى شو بتحس. إحساس الموسيقى بيوديك للمدى الأبعد، من دونها تبقى مطرحك قاعد على الكرسي. طبعا هي مكمل لأداء الممثل، للإخراج، للكتابة، لأنه كلها عناصر بتشكل يلي عم نشوفه على شاشة وبتخدنا لأبعد مثل ما عم بتقول. جوزيف، اليوم في تحضير لأعمال جديدة، يمكن لمسلسلات، ما بعرف، خبرني شو الجديدة اللي عم تحضر؟ عطول أنا نون ستوب، يعني هلأ عندي 2 سيناريو عم بقرأ هون وعم بشتغل عليهم. بلشنا بمرحلة كمان مع المنتج والمخرج علي معلوف، لأنه أغلبية الغالبية تايتلز اللي شفناهم كإنتاج أغلب شيء، بس كإخراج في غيره، في رندا لقداح، في فادي إبراهيم بحبه كتير لفادي، وفي يوسف شرف الدين، هول تذكر هلأ موجودين. التحضير دائم والكتابة دائمة وما عم نوقف، يعني بنسلم وبيرجع بكمل، وهذا يمكن من حظي
لأنه بفترة من الفترات بيسألوك بعض الناس إنه ليه ما كنا نعرفك قبل. أنا بالوجه يمكن ما بيشوفوني، بس كمية الأعمال أنا إلي بحدود 18 سنة نون ستوب على الشاشة. الموسيقى اللي بلشت فيها كانت نوعا ما غريبة على المنحة اللي كان ماشي عليه. الناس بتفتكر إنه الموسيقى لازم تكون مثل الفولكلور، وهون افتح هلالين الفولكلور. بعض الناس بتظنوها إنها شيء نكتة أو شيء كوميك. كلمة تعني حكمة الشعوب، ما تجمع لنا الناس من الميثولوجيا، تقاليد العادات، صارت حكمة الشعوب. فولك لور، فولك شعب، لور المعرفة. هيدا بيودي لالتزام. الموسيقى اللي عملها زياد الرحباني كانوا عاملين ثورة عليها، صارت مدرسة وقبلوا أهلهم. ونحن إذا ما زدنا على الحلا شيء مدماك جديد بنكون قاعدين مطرحنا، ونحن اللي بدنا نفتح شبابيك الدنيا. أندري مارلو بيقول يعني الارتيست ني با ترانسكريبتور إلوني لو ريفال، مش هو النائل، هو اللي بيزيد على الخلق، هو اللي بيضيف للدنيا. نحن مش بس ننسخ، نحن بنعطيك حياة تانية. الفنانين، وكلمة فنان شغلة كتير خطرة، التزموا بعض الأشخاص بانتحال صفة، وأنا بكره أنها تكون لمين ما كان تنعطى لأن إلى حيثياتها. طبعا لما نحكي بهذا الشغف يلي عم تحكي فيه بعملك، كمان مش سهل الواحد يستمر بهذه الظروف، مش بس استمرارية، إنما كمان يكون عم يخلق موسيقى وكلام وشعر وعم يخلق إبداع كمان منه هين بهذه الظروف يلي ما فيها شيء من الانسبيريشن وما فيها شيء إلا من واقع مر يمكن الواحد بيستغله لحتى ياخد منه ويحط بهالمكان. جوزيف موفق بكل شيء بتعمله هيك، ما عرف إذا بتحب تضيف شيء بختام لقائنا. ضيف أشكركم، أشكر تلفزيون لبنان، وأشكرك إلك شادي على الحوار اللي نحن ما منحضره، نحن يعرفوا الناس هذا سبونتاني بيطلع. تلفزيون لبنان كل أنا جاي مرات قليلة، بس بكل مرة بحس بعبق التاريخ فيه، وبحس إنه لبنان الحلو اللي عشته واللي شفت منه شوي بتمنى إنه يرجع مثل ما هالتلفزيون باقي يبقى لبنان. إن شاء الله نرجع لأيام أحلى، ويكون لبنان دايما منارة للثقافة وللفن، ونرجع للمهرجانات ولكل شيء بيلبق لنا بيشبه الحياة وبيشبهنا. المؤلف الموسيقي وشاعر جوزيف مراد، شكرا لك، ألف مبروك في سون دامور، وناطرين موسيقى جديدة لحتى نسمعها. أهلا وسهلا فيك. مرسي. مشاهدينا رح نتابع نحن وياكم، ذكركم بختام الحلقة شاف نادين أسيس رح تكون معنا بعد في لقاءات وفقرات بانتظاركم. أما هلأ منروح مع الزميل داني حرب، مثل العادة داني بيجمع لنا أخبار من لبنان، العالم العربي وحول العالم. شو محضر لنا لليوم؟ منتابع سوا. ليس من السهل بالضرورة على محمد عبد الله العودة لزيارة منزله بمدينة الموصل القديمة بالعراق، خاصة لما شاف انه هالمنزل بعده عم بيحمل ذكريات مرعبة قضاها مع أسرته بالأبو لما كانت القذايف عم تنهمر على المدينة القديمة لأخراج تنظيم الدولة الإسلامية منها عام 2017. ومع ذلك فاحتمال انتقاله قريبا للعيش بمنزل أسرته اللي عمره 200 سنة بيجعله مفعم بالأمل بأنه يتمكن من طي صفحة الماضي، لا سيما وأنه المنزل تضرر من ضربات جوية بعد ساعات فقط من تمكن محمد عبد الله وأسرته من الفرار منه. كان مرتب وأنظف بالبيت بالمنطقة، أنظف بيت بالمنطقة، وكل سنة فضل من الله نسد بينه، فما صار حرب واي، فهسه جينا علينا وكنت حسن أحسن من قبل. كان مخصوف، كان ما يبين الغرفة من الحوش، كل شيء ما يبين، كثير منظمات جو. نقلنا ما هذا البيت، يقولون والله منطق علينا، هذا البيت منطق علينا، هذا البيت يغادوا فلوس، هذا البيت ما عرف إيشون، هذا البيت تعبان ما يقوم ما هاي. فبن كورونا جو منظمة، قال نحن منظمة اليونسكو، قالوا نحن نعمر هذا البيت. قلت لهم إن شاء الله شغلات المميزة بيها بالشتي دافي، بالصيف بيغد،
وش حالات يعني من تقعد بالحوش وتنزل على الرهرة؟ الرهرة هاي بيودي وطيب، هو طيب، ونحن يعني ما نعرفه لهذا البيت، يعني ايش قد جوا غادوا يشتغلون ويشتغلون وما نبيعوا نحن، لانه مغبى من الاجياء من جد على جد واللي عندنا، وان شاء الله بس يتعمر ان شاء الله نرجع بينه، يعني كل قاعده بينه تسوى العمر كله. المشروع يتضمن يعني محافظه وترميم 44 دار حول جامع النوري. طبعا هذه الدور اغلبها متعرضه للمعارك، الحروب والمعارك نتيجه تحرير الموصل. راح يتم ترميمها على الطراز التراثي. احد الصعوبات اللي واجهناها في هذا المشروع هو صعوبه ايجاد الحرفيين والايادي العامله التي تعمل بالاعمال التراثيه مثل فرش الموصلي، مثل بناء الحجر. وايضا من الصعوبات اللي واجهناها بهذا المشروع الزقه الضيقه وصعوبه امكانيه وصول الاليات الكبيره والاعتماد اكثر على الجهد اليدوي بهذه الامور. دوره لمده 4 شهور معهد التدريب المهني على النجاره والبناء ونجاره القالب، ويعني كانت دوره متنوعه. ومن ثم جينا هنا على الموصل القديمه، على المناطق القديمه، وبدينا نعمل بتنظيف وتلوين الفرش، يعني كاختصاصنا نحن كبنات متدربات. و الفرش طبعا نحن نشتغله بعنايه لان اكو مكانات مصبوغه ويحتاج له يعني الشغل بعنايه. مشاهدينا سوا متابعين لليوم بإطار برنامجنا لقاء جديد بيأخذنا إلى جزين وقضاء جزين، تحديدا مع رئيس اتحاد بلديات منطقة جزين ورئيس بلدية جزين أستاذ خليل حرفوش. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. ألو، عم تسمعني أستاذ خليل؟ إيه نعم عم بسمعك. أهلا وسهلا فيك، صباح الخير. اهلا وسهلا فيكم، صباح الخير. اهلا وسهلا فيك، يعني انت اليوم ضيفنا بشكل اساسي لحتى نحكي عن تحويل النفايات عن طريق تشجيع اعاده استخدامها وتدويرها باطار مشروع دور. رح نحكي عن كل تفاصيله، ولكن بدايه بدنا نطمن من حضرتك على جزين وعلى القضاء بشكل عام بهذه الظروف الصعبه اللي عم نمر فيها جميعا. بالحقيقه مثل كل مناطق لبنانيه قطعنا مرحله صعبه والمرحله بعدها صعبه اقتصاديا واجتماعيا وهلا كورونيا رجعنا للاسف على المربع الاول. نعم. ان شاء الله يعني تكون مرحله سريعه موضوع الصحه، لانه صراحه بالاسبوعين او ثلاث اسابيع الماضي عم نرجع نشوف اجر قويه على جزين، عم نرجع نشوف السواح الاجانب او المغتربين بالاحرى عم بيرجعوا يبرموا بلبنان وعم بيرجعوا يضخوا هالشيء اللي كان ناقص قبل، وعم تنتعش الحركة السياحية وبالتالي الاقتصادية. بقى نحن متمنى يعني كورونا يرجع شوي يضبط حاله هالأيام تنرجع يعني نشوف جزين مزدهرة ومنتعشة والحركة السياحية ناشطة فيها. يعني على امل فعلا كورونا مثل ما قلت هيك يرجع تنخفض عدد الاصابات الى حد معين، ما نعيش الموجه الثانيه يعني بكير. يعني اليوم في حديث لدكتور فراس ابيض بيقول انه صيفيه اللبنانيين خلصت على بكير، وهذا بعتقد كمان ازمه جديده عم تتراكم فوق كل ازماتنا. عم تاخذوا احتياطات بهذا المجال؟ عم بيكون في تدابير صارمه بما يخص كورونا؟ صراحه بالاسابيع الماضيه كان الوضع الصحي كثير جيد بلبنان وجزين، صار عندنا تقريبا صفرنا بالاصابات. بقى شوي فتحنا مجال للمطاعم والمؤسسات السياحيه ياخذوا راحتهم، وحتى انفتح اذا بدك بابس بالشوارع بجزين حتى نعزز الحركه الاقتصاديه والسياحيه خاصه للشباب. وانما هلا عم نرجع ندرس موضوع اعاده اخذ الاجراءات. هلا مثلا قادمين على ويك اند، عندنا مئات السواح لبالالاف. نعم. اللي حاجزين بالاوتيلات وعم نحضر لهم تورات كمان. بقى نعم. في شويه يعني كونفيوجن، شو هنعمل؟ هل يا ترى بنضرب الاقتصاد والسياحه وبنرجع على الوضع اللي كنا فيه سابقا وناخذ الاجراءات الصحيه اللازمه؟ نعم. عم نجرب نعمل شيء ان بتوين، شيء يعني وسطي، لا نضرب السياحة ولا كمان نفلت الأمور مثل ما هي في التاني هلأ.
تماما. بكل احوال لابد من التوازن ما بين السياحه والحياه الاقتصاديه اللي بعتقد يعني السياحه عطيتنا شويه متنفس بهذه الازمه الكبيره، وما بين كورونا مثل ما حضرتكم عم تعملوا. بعتقد كل المناطق اللبنانيه عم بتحاول تعمل هذا التوازن والتوازي بين 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 النقطتين. اليوم في صعوبات ماديه عم تواجه منها البلديات استاذ، يعني خاصه انه بنعرف الصرف عم بيتاخر والصرف عم بيوصل على 1500، واليوم كل شيء بدكم تشتروه على سعر السوق. كيف عم تقدروا كمان يعني تتحدوا هذه الصعوبات؟ صراحة السنتين الماضيين قطعنا بأصعب مرحلة معقول بلديات يقطعوا فيها. بلشنا بموضوع الأزمة الاقتصادية الاجتماعية كان بعدها خفيفة بداية الثورة، وإنما إجت كورونا وبلش تدهور سعر الليرة اللبنانية. وبذات الوقت نحن ما فينا نستسلم، يعني من المعيب نقول ان احنا والله ايه ما فينا بقى نغير لمبه ونسكر جوره هيك نفل على بيوتنا. نحن انتخبنا، نحن لازم نكون اهل بهالمسؤوليه. بتصور يعني ليه البلديات اللي استسلموا؟ هذا بدل على يعني المسؤوليه العاليه اللي بيتمتع فيها رؤساء البلديات على مختلف الاراضي اللبنانيه. فيما يتعلق بمنطقه جنين صراحه يعني عملنا لازم ينعمل الماكسيموم فينا نعمله، بينا واقفين حد اهلنا، امنا مساعدات اجتماعيه واقتصاديه من الخارج بواسطه التوأم اللي عملينا مع بلدات فرنسيه وشراكات مع مناطق فرنسيه. على صعيد كورونا ابنا باجراءات من خلال خليه ازمه وقدرنا نحوي الفيروس بصوره بتصور محترفه وجيده واثبتت عن فعاليتها. وقدرنا نحول مستشفى جزين كمان لمستشفى يستوعب مرضى كورونا خلال الفترة الأولى، وبعدين مركز للتلقيح. بقى صعيد كورونا خلية الأزمة شكلناها قامت بواجباتها على أكمل وجه. وفيما يتعلق بالأزمة الاجتماعية والاقتصادية قدرنا نجيب مساعدات. طبعا إذا بتكمل هالأزمة يعني بيكون صعب، يمكن حيلا حدا بلبنان، لأنه الدولة كلها منهارة والوضع الاجتماعي والخدمات الأساسية الدولة ما عم تقوم فيها. نحن أكون معك صريحة، منقوم محل الدولة، محل أغلبية الوزارات، وهذا الشيء متعب، وهذا الشيء بيطلب منا إمكانيات مالية غير متوفرة. بس وإنما برجع بقول بالإرادة الصلبة والإيمان نقدر نتخطى كل المصاعب. نحن بجزين ما رح نستسلم أبدا، نحن كمسؤولين ما رح نستسلم. يعني أستاذ خليل بالفعل قداش في كتير مسؤولين مثل حضرتكم عم بيسابروا، عم بيجتهدوا، عم بيحاولوا يأمنوا من أي مكان معين هيك نوع من مساعدات لحتى تمر هذه الفترة، لأنه كلنا بنعرف أنه البلديات ما أنا قادرة تكفي بالأموال اللي عم توصلها من الدولة. يعني الوضع جدا جدا صعب. أي شيء منعوزه للبلديات، يعني أكان بطون، أكان قطع غيار، أكان لمبات، أي شيء منعوزه هو عم بيكون على سعر السوق، يعني على 18,000 وما فوق، بحين أنه أموالكم عم تكون باللبناني. فالله يعينكم، ودائما يعني مشكورين على المجهود الكبير اللي عم تقوموا فيه. بقيا رحتوا الى مشروع دور تحديدا، خبرني عن هذا المشروع. هذا مشروع رائد، هذا مشروع يعني اول شيء عم بيرجع يعطي البلديات دوره فيما يتعلق بمعالجه النفايات. هذا مشروع تم اختيار 6 بلدات من اصل 14 بلده قدموا ملفات على هالمشروع. هو قيمته الاجماليه 15 مليون دولار بتمويل من USAID الوكاله الامريكيه للتنميه. هدفه انشاء معامل بدرجه اولى تشبيخ كومبوستينج للنفايات العضويه، هي مرحله اولى. ومرحله ثانيه ينعمل ريسايكلينج، إعادة تدوير للبلاستيك والكاوتشوك وغيره. رح يكون مشروع متكامل وإنما على مراحل. ليه على مراحل؟ لأنه في تجارب سابقة قامت فيها جهات منحة كبيرة بلبنان وفشلت. بقى هذا المشروع بالتوافق مع البلديات رح يكون على مراحل فيست أبروتش. أول مرحلة هي كومبوستينج، تشبيخ بس لكمية معينة من المواد العضوية مع فرز من المصدر. يعني رح يكون في حملات إعلانية لكل المواطنين، رح نفوت على كل منزل تنشجعهم ونعلمهم وندربهم كيف يعملوا فرز من المصدر، لأنه هذا شيء أساسي بحيلا مشروع لمعالجة النفايات. بعدين رح يكون في عنا فرز نهائي وكومبوستينج. الحلو بالشغل أنه الكومبوستينج عم نعملهم حتى آخر شيء يتوزعوا للمزارعين. يعني نحن عنا مناطق زراعية كتير كبيرة بمنطقة جزين، هالكمبوست هالمواد العضوية رح تكون
عم تتوزع او عم تنبيع بسعر رمزي للمزارعين يلي عم بيشتروا هلا اشياء كيماويه. هذا مشروع متكامل ببلش من فلز من المصدر تسبيخ ونهايه استعمال المواد المسبخه للمزارعين بمنطقه جدين. تماما. والمرحله الثانيه راح تكون توسيع البكار تيضم كل بلدات منطقه جزين. اذا نجحنا طبعا واكيد رح ننجح بالمرحله الاولى لنضم كل البلدات وبعدين نروح على مشروع متكامل بيعنا كمان بمعالجه المواد القابله للتدوير. نعم. يعني بكون عندنا حل كامل متكامل لازمه نشدد على شغله المنطقه. نعم. عم بقول يعني نحن بمرحله اولى عم نشتغل على المواد العضويه بعدين رح نروح الى حل كامل متكامل لازمه النفايات بالمنطقه بشكل عام. مظبوط. نعم. نعم. مظبوط. نعم نعم. اليوم مظبوط. بالمرحله الاولى قديش مطلوب من الناس انها تتعاون استاذ خليل؟ يعني الناس اذا ما تعاونت اذا بهذه الظروف يعني شافت انه يمكن هلا مش وقتها قديش هذا المشروع مرتبط بتعاون الناس مباشره؟ صراحه انا على طول بقول اذا المجتمع المدني ما كان حدنا بحيالله مشروع رح نفشل. نعم. نحن بس عملنا الخطه الانمائيه بال2012 عملنا شابتر كامل عن عن المجتمع المدني وكيفيه. نعم. يعني ادخلوا معنا بالانماء وبالتخطيط والتنفيذ. اليوم المجتمع المدني اساسي، الاهالي اساسيين في انجاح هذا المشروع. اذا ما قاموا بالفرز من المصدر رح نفشل. نعم. اذا بقيوا بعقليه قديمه يلي هي انه يلا بنكب كل شيء وبنستعمل كل شيء وما بنعمل كنترول على النفايات تبعنا، لازم يكون في وعي عند المواطنين لانه اليوم. نعم. الازمه او حل الازمه بيتطلب تضافر جهود جميع الافرقاء والمجتمع على راسهم، وطبعا نحن موجودين حتى نسهل الامور. نعم. وانما لوحدنا ما فينا نقوم باي مشروع، المجتمع المدني اساسي. نعم. رح تكون في تدريبات للمنازل للاهالي لحتى يتعودوا على هذا المشروع، رح يكون في عندنا سلال مخصصه للمواد العضويه رح تتوزع يعني كمرحله اولى بهذا الاطار. بالضبط. نحن اول شيء عملنا لجنه لتابع هذا المشروع. هاللجنة مؤلفة من البلدية ومن المجتمع المدني، يعني مدراء المدارس، بعض المهندسين، بعض الفاعلين البيئيين والأندية والجمعيات، حتى يكونوا هن الشابو لهذا المشروع. نعم. ورح يكون في تدريب مكثف، يعني الدخول إلى كل منزل جزيني حتى نعلم مدام ست البيت. نعم. كيف تفرز وتساعدنا لإنجاح هذا المشروع. نعم. وهو اسمح لي افتح نافذة. اليوم عم نحكى كثير عن اللامركزية. اليوم انا في اقول انه بعض البلديات القوية والكبيرة والمناطق مثل اتحاد بلديات منطقة جزين عم بعيش اللامركزية بلا امكانيات مالية. نعم. كيف لكان اذا اللامركزية تكونا؟ نعم. اليوم نحن منطالب بهذا الموضوع لانه هو الحل الوحيد للبنان. صحيح. يعني لابد بكل الاحوال انه نروح الى اللامركزية لحتى تقدر هذه المناطق تتنفس، لحتى تقدر تتطور وتكبر، خاصة انه في مبادرات ناجحة مثل مبادرتكم ومبادرات تانية ايضا متوزعة بمختلف المناطق اللبنانية. استاذ خليل، المواد العضوية اللي رح تطلع يعني اللي هي رح تتحول الى نوع من يعني مواد خاصة للمزارعين، رح تتوزع بطريقة معينة على المزارعين، كيف رح تكون خريطة العمل ما بعد انتاج هذه المواد؟ رح يكون في طريقة منظمة طبعا. نحن اوريدي عاملين جردة بكل المزارعين بمنطقة جزين. نعم. عندنا كمان جردة بكل اراضي المزروعة والغير مزروعة والقابلة للزرع. نعم. كل هالداتا موجودة عندنا والكمية رح تكون مناسبة لهالمزارعين، رح توزع لهم بطريقة عادلة ومنظمة. نعم. نحن ديجا حطيناهم بالجو ورح يكون هن شركاء اساسيين، يعني صحيح. اليوم في حال هالمواد لم تصرف يعني فشلنا بالمشروع، مش هيك. هي حلقة متكاملة من المنزل للجمع للمعالجة وللتوزيع. صحيح. وللاستعمال. صحيح. وهون دورة اقتصادية كاملة متكاملة، خلينا نقول يعني عم تشتغل بالمنطقة بهذا الإطار، بالإضافة لأنه رح يكون في عندنا مواد عضوية طبيعية للمزارعين، وهذه بحد ذاتها أيضا نقطة بيئية جدا مهمة. نعم. نعم. استاذ خليل، المرحلة الثانية قلت لي بدنا نروح لنوسع البكار ونروح الى تدوير بقية النفايات، كيف رح تنطلق المرحلة الثانية؟ بعد سنة من هلا بنقيم المرحلة الأولى. نعم. وطبعا رح تكون ناجحة مثل ما متصورين مثل ما حاطين خطة 100%. نعم. المرحلة الثانية رح يكون استيعاب جميع النفايات. بدي بس يعني ضوي على شغله، هي النفايات الخطره هي النفايات العضويه هي. نعم. اللي بتطلع ريحه. النفايات الصلبه يعني ريسايكلبل يعيد تدويرها هي بالنتيجه منها خطره،
رح يكون مفروزة، رح يكون في مكانات لتقطيعها، رح يكون في سيستم لتوضيبها لبيعها أو إعادة تدويرها محليا. هون هلأ هون الأمور عم تندرس حاليا من خلال workshops مع USAID. بقى اليوم نحن هلأ المرحلة الأولى بدنا ننجحها حتى نروح المرحلة الثانية. المرحلة الثانية هي مشروع متكامل بيعنا بجميع النفايات وبال 45 بلدة بمنطقة جزين. نعم، يعني على أمل أنه يكون مثل ما ذكرت أستاذ، يعني أهمية اللامركزية وأهمية أنه ينعطى الصلاحيات للبلديات وينعطى التمويل اللازم، لأنه في تجارب ناجحة وناجحة جدا مثل تجربتكم بتخلينا نرتاح من أكثر من مشكلة، اللي منهم مشكلة النفايات اللي دايما بتروح وبترجع إلى الواجهة بلبنان. أستاذ خليل، في عنا مشاريع تانية بنقدر نحكي عنها بهيدي الفترة، يعني على الرغم من الصعوبات في طبعا مشاريع ممكنة بهيدي الفترة؟ طبعا اول شيء انا حابب مالي اقطع رساله للمواطنين الجزائريين انه بالرغم من هالازمه ما راح نترك ما راح نتركهم لوحدهم. نحن جزء منهم، جزء لا يتجزا، وراح نكون على استعداد دائم لنكمل الانماء بمنطقه جزائر بالرغم من الصعوبات. هلا في عنا كذا مشروع نشتغل ليهم. اول مشروع هو مشروع مكافحه الحرائق، اخذنا كمان هبه من UNDP. هالهبه راح تستعمل لانشاء مركز حديث للإطفاء منطقة جزئية للدفاع المدني، رح نسلمهم إياه. نعم. مع آليات حديثة لمكافحة الحرائق، المناقصة تطلق الأسبوع الجاي مع خزانات مياه، ورح يكون لحين في هذا المشروع. هي خطة تدخل سريع رح نطبقها بمنطقة جزئية بتمويل فرنسي. حلو. هنا مشروع متكامل، إنشاء مركز حديث مع آليات مع أكشن بلان للتدخل بكل بلدة. رح يكون في خطة تدخل بكل بلدة. شفنا اليوم شو عم بيصير بالإبايات. نوجه تحية للدفاع المدني لكل العناصر. استشهد أحد الأشخاص للأسف امبارح. بقى نحن عايشين هالموضوع، عايشين خطر هالموضوع والريسك الكبير يلي عايشينه منطقة جزئين. تعرف عنا أكبر غابة سنوبر بلبنان، نحافظ عليها برموش عينينا. بقى هالخطة رح تكون متكاملة، إنشاء المركز ووضع خطة للتدخل السريع على خرائط الجي بي اس وغيره، كله رح يكون مدروس طريقة كتير بروفيشنال. في مشروع تاني مع البنك الدولي، تأهيل الطرقات، قيمته هلأ أول مرحلة 6 مليون، 6 مليون جاية تاني، تأهيل الطرقات بين البلدات كلها جزئينية. وهذا كمان شيء بحاجة لقاله نحن هلأ. في مشاريع أخرى كمان قاعد الدرس مع جهات منحة. هلأ في عنا وفد من USAID كمان عم بيدرس موضوع الطاقة الشمسية لضخ المياه على مختلف البلدات الجزئينية. هذا كله طبعا في إيمان من قبل الجهات المنحة بهالمنطقة، يلي برهنت خلال 10 سنوات الماضية أنه نفيت عنا غبار الحرب والعزل والبعد عن المدينة. راحت لمرحلة متقدمة جدا، ونحن فخورين. نعم. بهالعمل يلي صار. نعم، بكل أحوال بالبقى لجزين كل تطور وكل نجاح، لأنه مثل كتير من المدن والبلدات اللبنانية اللي ما لازم لها شوية إرادة لحتى فعلا تبرز على الساحة اللبنانية بكل تميز. يعطيكم ألف عافية أستاذ خليل على كل هيدا المجهود اللي عم بتقوموا فيه، على أمل هيدي العدوى الإيجابية من عندكم تنتقل إلى كل البلديات التانية اللي يمكن مستسلمة بهيدي الظروف، وحقها يمكن تستسلم لأنه الوضع صعب، ولكن المسؤولية مهمة، ثقة الناس بالبلديات أيضا مهمة لحتى فعلا نقدر نبني بلد أفضل بكتير من اللي عايشين فيه. خليل حرفوش، رئيس اتحاد بلديات منطقة جزين ورئيس بلدية جزين، شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. شكرا لك. شكرا. نتابع مشاهدينا بصبحيتنا. جائحة كورونا يلي بعدها شاغل العالم كله، كتار يلي كتبوا عنها، كتار يلي أرشفوا وحطوا معاناة هيدي المرحلة. لما نحكي عن الكتابة، لما نحكي عن الأدب، لما نحكي عن الكلمة يلي كمان قادرة توثق هيدي اللحظات وهيدي المراحل وهيدي الأيام يلي مرينا فيهم. منكون عم نحكي عن إصدار جديد أنا أبقى في البيت، إصدار من توقيع الكاتبة والصحفية هدى سويدي اللي بتنضم لألي مباشرة من إيطاليا لحتى معها نحكي عن هالكتاب، نحكي عن هالمرحلة، ونحكي نظرتها كيف وضعتها وعجنت الكلمات لحتى تحط وتوثق هذه المرحلة. هدى صباح الخير. صباح النور. صباح سهلة. صباح لبنان الحلو. أهلا وسهلا فيك معنا هدى. مع انتشار جائحة كورونا ومتابعتك وعيشك لهيدا الكابوس يلي سميتيه بهيدا المرحلة،
انت عم تنضم لنا لحتى نحكي اكثر عن انا ابقى في البيت يلي هو اصدار وكتاب رح انطلق معك من هالمرحله. قد ايه كان مهم ويمكن شفاء لك ككاتبه كصاحبه قلم انك تحطي هالكلمات مع بعضهم لحتى تقرشفي هيدي المرحله مثل ما انت شفتيها ومثل ما انت حسيتي فيها؟ الكتاب بيشمل جهد بدأ مع بداية الجائحة بالصين، كنت عم تابعها على الشاشة مثل اللي بيتضمنوا الفصل الأول، ومن هون فكرت بعدين بعد وصولها لإيطاليا جمعت كل كنت عم تابع يوميا بكل التفاصيل وبكل الحيثيات إلى أن اكتشفت أنه لازم جمع كل شيء اشتغلت عليه من جهد وضيف عليه ليصير نوع من وثيقة تاريخية. حاولت أنه أكون وفي بكتابتها. نعم، اليوم ما بين العمل الصحفي وما بين اسمك يلي لمع بلبنان مع جريدة السفير مع العديد من المراكز الإعلامية، خليني أقول اليوم هذه الأرشفة ماذا تميز مسيرتك وقدي هيدي البصمة مختلفة عن شو طبعت قبل من هذه المسيرة الإعلامية والصحفية سابقاً؟ الكاتب شيء أنه يصدر كتاب، تجربتي مع كتابين كان أولهم إيطاليا الخفية اللي انظلم شوي كمان بسبب الجائحة لأنه صدر بشباط 2020، وهذا الكتاب الثاني تجربتين مختلفتين. الصحافة ساعدتني كتير أنه وثق، نعم، خاصة عملي كريبورتر ساعدني أنه وثق. هلأ الناحية الثانية كتابات الثقافية اللي هي عبارة عن أحيانا نصوص نثرية وإلى آخره كمان ساهموا اتنيناتهم. أما أنك تصدر كتاب وهو كتابك الثاني إذا ماني غلطان، بالنسبة للكتاب التاني عم بحكي عن التجربتين، إنه لأنه سألتني عن إنه الفرق بين التجربة الصحفية طبعاً وبين التجربة ككاتبة وكإصدار كتاب. نعم. إصدار كتاب منه شغلة سهلة لأنه بتدخل بسراديب الطباعة والتدقيق، وخاصة أنت بالغربة منك قريب توصل لمرحلة أنه إن شاء الله بقى يصدر هالكتاب. فهمت من خلال تجربتي خاصة الأخيرة كيف ممكن يصدر كتاب، كيف ممكن يصدر كتاب للنور، بينما قبل كنت عم بشتغل على أنه يصدر نص بجريدة، نعم، يومية أو بمجلة أسبوعية. طبعاً التجربة مختلفة جداً. اليوم لما نروح على فصول الكتاب على مضمونه على يعني زبدة أنا أبقى في البيت، منروح لفصل أول تحت عنوان أمام الشاشة من طريق الحرير في إيطاليا إلى أسواق السمك في ووهان. اسمحي لي أتوقف عند هيدا الفاصل اللي هو كان شرارة انتشار هذه الجائحة بالعالم كله بأكتوبر 2019، كيف وضعتي هيدا الفصل؟ النص فعلا الطبيب الصيني اللي توفى شجعني، أول اللي كان أول من بادر وتحقق معه وأول من كشف الوباء وأعلن للسلطات وإلى آخره، ما صدقوه بالبداية. هيدا كانت شرارة متابعتي للموضوع، حسيت في ضمنيا الموضوع كتير خطير وإله أكتر من زاوية سياسية وصحية واقتصادية وإلى آخره، اللي دفعني أنه تابع هذا الموضوع وربطته بزيارة الرئيس الصيني اللي كانت للصين، لا عفوا لإيطاليا، بأدار 2019.
وشو ترتب على زيارة من مشاريع اقتصادية وإلى آخره. بالباب الأول حاولت أدخل لموضوع الرئيسي، أنا أبقى في البيت، من خلال الصين وإيطاليا، العلاقات الصينية الإيطالية، ومن خلال ما حصل بأسواق ووهان إلى طريق الحرير بإيطاليا عبر زيارة الرئيس الصيني، والوجود الصيني في إيطاليا. لمحت، دخلت بتفاصيل كثيرة، وجودهم، أعدادهم، مناطقهم، مراكزهم، حتى النواحي السلبية اللي بوجودهم. أحياناً في مناطق كثيرة نقلوا كثير مواد سامة بالأقمشة، بالألعاب، بالأطفال إلى آخره. هذا ما خوفني، مع أنه أحكي عنه لأنه لازم الواحد يوصل طبعا للحقيقة كإعلامي. أكيد انطلاقا من يلي حضرتك عم بتقولي أنه مني بأي معسكر من المعسكرين، نعم، كنت عم حاول أنه أكون واضحة يعني وفية للوقائع وللأحداث. بالفصل الثاني يلي بيخدنا لشتاء إيطاليا 2020 يلي كان الأقصى من الناحية المرضية، وإيطاليا يلي شهدت كل هالكم الكبير من فقدان الناس للأماكن بالمستشفيات، وكانت قمة الجائحة بإيطاليا، إسدال ستارة الحياة والمريض رقم واحد. خبريني شوي عن هذا الجزء. الجزء الأول هو الجزء الأعنف بالكتاب، وإن كانت بعدين الفصول الأخرى دائماً بتوضح قصص كتير بإيطاليا حصلت يمكن برا خارج إيطاليا ما حدا بيعرفها. من المريض رقم واحد بالصين للمريض رقم واحد بإيطاليا بكودونيو، هو اللي هو ماتيا، كان أول حالة، بلش الرعب بإيطاليا بشباط. هيدي صار إيطاليا وكأنه ما حصل شيء بالصين. واجهنا المريض رقم واحد والمرضى الباقيين اللي وصلوا لألف ب27 أدار خلال اليوم الواحد، وسبعين شاحنة بنفس الشهر كانت عم تجول ب553 جثة ما معروف وين بدهم يدفنوها. ولحسن حظي أو لسوء حظي قدرت أتعرف على أحد أحد العاملين بالقبور دفن الموتى، فخبرني، وهذا ذكرته بالكتاب وبالتعريف بالغلاف على الأخير. قال لي، خبرني، قال لي ما كنا نعرف قدي في بقلب النعش جثث. هيدا عم نحكي دايما نحنا بالمنطقة الأكثر تضررا اللي هي بالشمال الإيطالي، لومبارديا وفينيتو وإميليا رومانا وكل المدن الباقية التابعة لإلون مثل ميلانو، بياتشينسا إلى آخره. نعم. هون نروح لمشهد الطوارئ ومشهد الحروب يلي بتفصليه بالفصل الثالث، وملفت جدا أيضا عنوان وحدة المسنين. قد ايه هذا كان المشهد يمكن المظلم أكثر شيء بهذه المرحلة؟ فعلا سيد شادي، المشهد الثاني بعد النعوش وبعد السيارات الشاحنات العسكرية كان فعلا مشهد المسنين اللي أبكى الجميع وأبكاني بمتابعته، خاصة أنه كان في دارين للمسنين، واحد منهم قريب لبيتي والثاني بميلانو، كانوا عم يتركوا الناس، مش انه عم يتركوهم يموتوا هيك بقبول يعني او بقبول خاطر، لا،
المشكلة ما هيك، لأنه كان في ارتباك وين بدهم يوضعوا الجثث، وين بيوضعوا المصابين، المستشفيات ما عادت تقدر تسع لهم، فتركوا المسنين جمعوهم مع المصابين، وهيك كانوا المسنين عم يتوفوا يوميا من شهر شباط، عم يتوفوا يوميا بدون ما يقدروا يشوفوا أو يحكوا أهليهم أو أولادهم. أو في 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 نماذج حطيت عنا، كتبت عنا بهذا الفصل، ست ما قدرت، كذبوا عليها قالوا لها إنه احكي مع أبوك، بعدين اكتشفت بعدين إنه أبوها كان مات ديجا، ومثل اللي راح لأحد المستشفيات تركن سيارته، عايش وحيد هو ببيته، ضل المحضر الضبط مخالفة السير إنه ما عم يدفع كان يوميا، بعدين اكتشفوا إنه هو توفى بالمستشفى وما في حدا كان، يعني في نماذج فعلا إنسانية كانت تدعو للقهر وتدعو للأسى. طبعا على كل حال هذا شيء واضح بكل الفصول، يعني اذا بنتنقل ما بين الجثو حتى ركبتين ايطاليا مشهد الطوارئ، الفصل الخامس لاسباب الابحاث وصولا للقاح ومعضله اللقاح يلي اول ما انطلق كمان وفعاليته يلي ما زلنا عم نشهد تداعياتها لليوم، وفي علامه استفهام كثير كبيره عم تحير الاطباء والجسم الطبي ايضا، وصولا الى الفصل السادس مع الافراج الاول ورسائل الغياب واحتفال الارض. بدي اتوقف عند الفصل السادس يلي شوي في من الامل، يلي شوي كان في من جرعه الحياه يلي كنا فقدناها على مدار سنه تقريبا. كيف قدرت تبث هذه الحياه بالكلمات من بعض الفصول يلي فيها الكثير من الموت، من الوجع، من الحرمان، من الفقدان ومن المرض؟ حاولت، شكرا لسؤالك، حاولت اكسر ايقاع الاحصائيات والاشياء الثبوتيه والى اخره اللي كلها بتحتاج ل مراجع علميه واثباتات والى اخره، حاولت اكسر هالطابع هذا للقارئ وانقله معي مثل ما انا انتقلت، حاولت انقله معي لمناخ اخر اللي هو الشعر، وهو الاسى ولكن من بكلام ربيعي، لانه هو الكتاب مثل ما شفت انه تقسم لقسمته، حاولت اقسمه لمواسم، مواسم، موسم الشتاء، موسم الربيع، موسم الصيف والخريف. بالباب هيدا السابع حاولت اذكر كل اللي اتوفوا ورحلوا وتركوا بصمات على المستوى الموسيقي والمستوى الابداعي او اللي بعدهم موجودين على مستوى النحت والى اخره، حاولت انقل الصوره الحلوه وعبرت من ناحيه او باخرى بنصوص بسيطة صغيرة نثرية، انطلاقتي للحياة سواء للطبيعة، للشارع، للرصيف، علاقتي مع الأشجار اللي كانت موجودة وزهور قبل الكوفيد اللي أهملتها إلى آخره، وحاولت أكتب شيء فرح، فرح، ومثل ما شفت بالكتاب نحن بقينا محجورين أو ما كل الناس يعني بظروف صعبة، يعني إذا كان الواحد كتير سعيد ممكن يطلع على السوبر ماركت يشتري غراض، يقدر يطلع من البيت، فنحن طلعنا، أنا طلعت ب 24 أيار من البيت من بعد لما بقيت من كانون لهيدا.
طبعا أرشفت هذا الموضوع يمكن هي نوع من الشفاء ونوع من التوثيق. خليني أقول ختاما وسريعا قبل ما نختم مع حضرتك هدى، التوقيع يلي صار ببيروت صار بظروف سريعة جدا بسبب التوقيت يلي أنت أردتي ويلي بيعني لك على الصعيد الشخصي، رح أختم فيه بآخر سؤال. أدي نهار يلي اتصلوا فيك وقالوا لك الكتاب جاهز قررت على التوقيع لأي سبب؟ أنا يا عزيزي توجهت لبيروت لأنه وضع الوالدة كان كتير خطير، وحاولت أنزل بسرعة رغم عندي ظرف صحي كان ما قدراني أندب، والطيران كان كتير صعب من إيطاليا لأنه باخد طيارتين عادة تتوجه لبيروت، ما قدرت بصعوبة قدرت اتوجه لأنه الوالدة كانت تعبانة. للأسف الشديد وصلت بعد يوم واحد من وفاتها، هي توفت الثلاثة، أنا كنت ببيروت الأربعاء أنا وحتى أخي اللي عايش بجنيف، نزلنا متأخرين يوم واحد، قدرت شوفها بس يعني منيح اللي قدرت شوفها قبل الدفن. نهار الدفن بعد الدفن بعتت لي سيدي سناء أنديل من دار الفرابي إنه صدر كتابي حوالي الساعة 2، بعتت لي مبروك. كان كتير صعب علي تقبل صدور كتابي بهذا النهار وفاة. الأصدقاء شجعوني كتير إنه أمام الرحيل في ولادي، فحاولنا نعمل توقيع سريع مش أكتر ولا أقل يعني طبعاً. أكون إلى جانب الأصحاب والأصدقاء بس لازم يكون في توقيع، هذا كان توقيع رمزي. نعم، وأمام هذا التوقيع يلي بيحمل رمزية تفضلي، حبيت بس وقع هذا بذكرى رحيل الوالدي، مهدى التوقيع لذكرى رحيل الوالدي، وأنا بهدية عبر شاشة تلفزيون لبنان هالإهداء للوالدي اللي رحلت بنهار توقيعها. تحية لروحها، ومثل ما ذكرت أمام الرحيل ولادة، وهيك هي سنة الحياة استمرارية. الله يرحم كل الأشخاص يلي كوفيد سرقهم منا، الله يرحم والدتك. وفي نص للوالدي بقلب طبعاً. بقلب الكتاب بالباب السابع قبل ما يعني رحيلها، لأنه الكوفيد منعني إنه شوفها، كتبت وقتها انه انا كتير مشتاقت لك بس ما بقدر اجي لانه الكوفيد قطع الطرقات. تصور رغم كل التكنولوجيا والطيران والى اخره فيروس قطع الطرقات وما خلى الناس تشوف بعضها. مع الأسف قطع صلات الوصل، وهيدي حكاية بتشبه حكايات كتار بالعالم، بعدت ناس عن اهلهم عن احبابهم وناس فارقوا ناس وما قدروا يشوفوهم. على كل حال شكرا لأرشفت هذا الموضوع ضمن كتابك وأصدارك أنا أبقى في البيت، أكيد تفاصيل عديدة ومتعة القراءة بنتركها للمشاهدين. الكاتبة وصحفية هدى سويد مباشرة من إيطاليا كنت معنا لحتى معك نحتفل بهذا الإصدار التوثيقي لجائحة كورونا على طريقتك. أهلا وسهلا فيك. شكرا كتير، شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية. أهلا وسهلا مشاهدينا، منتابع بصفحيتنا بعد الفاصل شيف نادين أسيس رح تاخذنا على المكسيك بطريقة فيها تويست مع شوية انجريدينتس على طريقتها مع فاصوليا مع اشياء سوبر طيبة، ما في خبركم قد ريحة طيبة بالستوديو. بريك ومنتابع نو زابينج، خليكم معنا. مشاهدينا مرة جديدة لليوم بحييكم وين ما كنتوا عم بتتابعونا إلى فقرة أخيرة بتنضم لصفحيتنا بصرني من خلالها رحب بشيف نادين. صباح الخير شيف. تمام؟ صباح ماشي الحال؟ الحمد لله. يعني بعتقد بهالفترة قطعت كهرباء وشوب ومن كل شيء، الناس أكثر شيء عم ماشي الحال هو الأكل بهذه الفترة. إيه مبدئيا يعني إلا إلى حد ما إلى حد ما لأنه ما بقى نسترجع حد شيء بالفريزرات، يعني صرنا بنعتل هم صرنا بنفضل الفريزرز. صحيح. بس مشان هيك يعني عم نجرب نحن من الأشياء الفريش اللي موجودة بين إيدينا نعمل طبخات تكون مش طبخات كتير تقليدية، نكون عم نعمل شيء مهضوم. صحيح. بس بالمكونات اللي تبع كل يوم كتير. تبع كل يوم هذا أهم شيء. ف
فجوم اليوم رح نكون عم نحضر انا وياك الدجاج، بس الدجاج حيكون معمول مع رز، وهيدا الرز حيكون مخلوط مع الفاصوليا والكزبره مع عصره حامض، يعني شوي على الطريقه المكسيكيه اكثر ما هو على الطريقه التقليديه. تماما. والدجاج منه يعني فينا نقول رز على دجاج مكسيكي اذا بدك. بس ما في اكيد قلبه لحمه مفرومه، هي جوست بس الدجاج. بس الرز حيكون حنقليه، خليني بس حتى احكي ان جنرال، حنقلل فخاد الدجاج، الورك الدجاج اذا بدك، رح نقليهم بقلب الطنجره، من بعد ما نقليهم بنشيلهم على جنب، بنفس الطنجره بدنا نقلي بصل، نرجع منضيف الثوم، نرجع منضيف الرز، اوكي؟ بنقلبهم كلهم سوا، بنرجع منضيف مرقة الدجاج مع الكزبره واكيد البهارات، بهار ابيض والبهار الحلو ورشة ملح. كيف تقليب فيها الطبخة؟ بتعطيها تقليب لا مش هي بس الدجاج. من بعد ما نخلص هوليك اللون الدجاجات اللي اوريدي نحن قليناهم على الميلتين، بدي ارجع ضيفهم على الرز واغمره بالمرق واتركهم يستووا هن والرزات سوا، يعني مرقه الدجاج حيكون الدجاج عم يمتص منها الرز. خلينا نبلش شيف لك انا، يلا تفضلي. رح اعطيك هيدي الميل. اول شيء بدنا نحط زيت. زيت نباتي يا شيف؟ نعم. منخلي شوي زيت على جنب لانه في حال عزل رجعت عزيهم بعدين مزبوط حتى قلي البصل. وعلى فكره جول ما كثير بتطلع جلي هيدي الطبخه، يعني مثل ما شايف انا بنفس الطنجره عم يكون عم نطبخ كل شيء. هلا بالنسبه للكزبره في يكون عم قليهم مع البصل والثوم، وفي من بعد ما يخلص الرز اذا بنحط طعمه الكزبره فريش، يعني ما تكون اذا بدك مطبوخه ايه، فينا نضيفها بالاخر المرحله الاخيره. كان رح تبلشي بالدجاج مزبوط، عم تقليهم بس مش بكميه كبيره من الزيت. لا مع الجلده شيف؟ هي ايه نعم مع الجلده، لانه هيدي الجلده هي اللي رح تعطينا النكهة إذا بدك، أو إذا الدهن، هيدا الدهن الموجود بالدجاج للرز. صحيح، نحن بدنا ناكلها مقلية تكون مع الجلدة. مزبوط. هلا الأشخاص اللي ما بيحبوا الدجاج كفخذ أو كورك أو ما بيحبوا الدجاج المدهن بيقدروا يكونوا عم يعملوها بصدر الدجاج، بس أكيد ما حي الرز ما حيشرب. رح ينزعوا طعم، خلص حاولوا يعملوها مثل ما يعملوها على أصولها، صحيح. هلا اكيد انا ورك الدجاج غسلتهم بالخل والملح، اوكي؟ فبالخل الابيض والملح انا شاهد، يعني بالخل الابيض والملح. فمن بعد ما نغسل اكيد انا عم اقول لهم بس حتى بالبيت يمشوا بنفس البرنسيب. وفيهم يكونوا كمان اذا بدهم يستعملوا الفخذ كامل، يعني يقدروا كمان يستعملوا مش بس الورك. هلا عملية تقلية الدجاج من الميلتين بتخلينا نتخلص من الزفرة اللي موجودة بقلبهم ونشيلهم على جنب. بدك تعطيك شيء من عندي؟ لا سلام. هلا خلي لي فوطة حدة بس تحطها. بياخذ شوية وقت معلش، وخاصة إذا قليت الدجاج بياخذ وقت. إيه، وهو أصلاً مفروض يتقلى، وهلا أنا حقليه وأرجع أسله، يعني كل البكتيريا اللي معقولة تكون موجودة بقلبه ونكون خلصنا منه على الأكل. رح أحول الدجاج المقلي طيب، يعني مثل الدجاج المشوي كمان طيب، بس كمان الدجاج المقلي هو دايماً كل شيء عليه أطيب، بس نحن هون بنقنع حالنا إنه الشوي هي زيتها. تماماً تماماً. لازم شيف تعملي تحضري الهريسه الشيون، بتعرفي هلا موسم اعياد وعادة هلا زي عيد الفايدة كثير بيعملوا، كل عيد بيعملوا هريسه، ما بعرف السنه كيف رح تكون البلدات والقرى بهذه الازمه، بركي بتعلمي الناس كيف يعملوا كميه قليله ببيتهم. ايه هلا هي حتى ما ينحرموا من هال مزبوط، بس المشكله بالهريسه انه ما بتخلص معنا على الهواء، بدها وقت، هيدا البروبلم انه ما بتخلص معنا على الهواء، تحريكي بياخذ على القليله صح وقت. عندك ايه عندك ساعتين ثلاثه وما فوق، فمشان هيك ما بقدر اعملها على الهواء، بس ممكن كثير اذا كنت انا عم حضرها شي مره بركي انا بصورها فيديو وبنزلها على الصفحه. ضروري مش غلط، أنا بشارك بالتحريك وقت اللي بدي. أوكي. هلا
حكينا في الوقت عم نقلب جاز، بعد شوي رح نبلش بالبصل والكزبره وكل المكونات الثانيه، رح ترجعي تضيفيهم على الطبخه الاساسيه، وكلهم بطنجره وحده. كلهم بطنجره وحده 100%. يعني جل اليوم ما في طنجره وحده، طنجره وحده حينبسطوا منها اليوم. هلا وهو كم جات صغار، وكم جات وكم صحن وكم شوكه وكم ملقط. شو بدنا نعمل يا جو؟ كنا بالاول هيك بس ما يكون لنا جلاده، يلا على الدليفري. هلا خلص ما بقى فينا هي الدليفري، خلص خلص. فاذا بس بنقلبهم حتى نتخلص من الزفره تبعولهم نهائيا، بنشيلهم على جنب وبنرجع بنبلش بتحضير تبعهم. نحاول شوي النار انا تحت نسرع الاستواء تبعهم. شايف الناس شو بتطلب اكثر شيء بهذه الفتره؟ يعني اللي بيحكوكي على فيسبوك انستغرام وبعرف المسجات طويله، شو بيطلبوا على الهواء؟ لا شو بيطلبوا اشياء بدهم يعرفوا عنا؟ بتعرف الغريب جو انه كثير العالم بتفضل الاشياء التقليديه. يعني هول الاكلات الصياديه والمغربيه والاشياء التقليديه اللي عاده نحن بنشوفها كثير بفضلوها يتعلموها. يعني مثلا جاني كذا مساج انه بليز اذا فيك ترجع تعمل لنا على الهوا المغربيه، اذا فيك تعمل كبه ارنبيه. هلا انا اوريدي عاملتهم هول، مشان هيك عم اخرهم شوي لانه اوريدي مرقين معنا. حتى فيني جاي فوتوا على البيج تبعنا على الفيسبوك، فيني شوفوا كل هالحلقة. صحيح، بس ما بيمنع انه نرجع نمرقها بطريقه يمكن مختلفه، بس نرجع نعطي الطريقه التقليديه. صحيح كيف بتتحضر؟ وشايف يعني بيسالوا، يعني في عن جد اسئله، وخاصه بالفتره بتعرفي اكثريه ستات البيوت رجعوا 100% على المطبخ. قد ما بدك في اسئله، وقد ما بدك في اسئله عن المونه. يعني عاده نحن كنا اخر شيء بنفكر فيه انه نعمل مونه، ان كان يعني كبيس كيف ولا بندوره وهالاشياء والمربيات والكومبوت. رجعنا هلا لعن جد كيف بنحضر المونه. هلا عندنا مشكله الكهرباء السنه، انه ما فينا نفرز، صرنا عم نتكل اكثر على الاشياء الكومبوت او على الباماري. يعني الاشياء المونه اللي ما بدها براد المرطبين. اكزاكتلي كيف كنا بالزمانات، يعني قبل ما يكون في برا. انا رجعنا رجعنا هذيك الايام. بس في مشكله انه في كبيس ما عم بيضاين، يعني ما بيضاين. يعني اكثريه الناس انا لانه بشوف شوي على الفيسبوك، يعني بعوكر اصلا. يعني كل الناس بتشكي من هذه النقطه، بعوكر المية الكبيس بتعوكر، وبتحس انه الخيار دغري بيطرى وبينتزع. طريقه تحضير الكبيس هي طريقه شوي دقيقه. في شغله صغيره وكثير بايخه اللي هي اللي بتخلي مقبين الكبيس يضل عندنا سنتين وما تصير له شيء ميته. اللي هلا المفروض تعرف شو، يمكن لازم نعمل حلقه عنه. ضروري لانه الناس كثير بحاجه لهم بهالفتره. بركب مرقان الله رب. بالنسبة للكبيس أكيد عنا كباية المي، بتحط معها الخل الأبيض أو الخل الأحمر، بس كباية خل أبيض أو ربع خل أحمر حسب شو نوع الخل اللي نحن عم نستعمله. ملعقة كبيرة ملح خشن، هول كلهم بس قبل ما تحطهم للكبيس تغليهم على ينغلوا على النار. بس ينغلوا على النار بنكون نحن صفينا الكبيسات بقلب المرطبين، بنزيدهم عليهم، بنسكر المرطبين وبنرجع نغلي الكبيس على النار مثل ما هو المرطبين مثل ما هو على النار. صحيح. ينغلى 5 دقائق، من بعد ما ينغلى بنجيب مي المسقعة ومنضلنا نقلب، يعني نخلي الميات السخنين يخلصوا حتى يبردوا الكبيسات. تمام. وهيك بتكون انت حصلت على الكبيس. عليه سنتين بالريحه. مزبوط، من دون ما يتغير لونه ومن دون ما يصير في عنا ولا اي مشكله. خلصوا الدجاجات او بعد؟ يلا. رح نعمل شي 10 طرفات نحن. اهمي. وجبتوا الدجاجات لانه ما خلصوا. يلا رح شيلهم. تمام. هلا هول الدجاج ما خلصوا، رح يرجعوا ينسلقوا مع الرز. صحيح. شايف عم بتحطي صحون عادة؟ شو قلي؟ الصحون وين؟ لا انا هالملعقة بحاجة لها هلا لأنه بدي أقلي البصل. تمام. يلا. حاول تساعد. فإذا هلا رح أضيف البصل. مع زيت جو، كنت قلت لك انا بدي اخلي زيت على جنب. كان هو لو نطرت بنفس على لو نطرت على الدجاجات اكثر حتى يتحمروا اكثر كان خلص الزيت. مظبوط. فاذا بنحط البصل، كميه البصل هي بصله كبيره مفرومه ناعمه او بصلتين صغار. تماما. نرجع بنضيف الثوم. ثوم. شغل الثوم والبصل مع بعض.
هن هول اللي رح يطيبوا الرز. صحيح. تعرف جو هو طيب فيها هيدا الطبخه هن الرزات. يعني شيل الدجاج على جنب، طريقه تحضير الرز والخلطه اللي حتصير هي الطيبه. يعني الرز هو اللي حيشرب ميه الدجاج، هيدا الشيء اللي رح يخلي الرز هيك مسقسق وطيب ويلمع لمعان، واكيد لانه في بقلبه بصل في بقلبه ثوم كمان. حاوي شوي صغير النار. مثل ما قلت لك جو بقدر انا الكزبره ضيفها هلا او في ضيفها من بعد بعدين على الرز. اوكي فانا حضيفها هلا بس حتى كون عم اشتغل كل المكونات سوا. الفاصوليا بتكون نية مسلوقة شو شو؟ الفاصوليا اكيد 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 بدها تكون فاصوليا. اول شيء اذا لقينا البلاك بينز، يعني الفاصوليا السوداء احسن واحسن. اذا ما لقينا بلاك بينز لانه هلا بتعرف كل شيء مستورد، مزبوط كل شيء مستورد صار صعب، فينا نستعمل هيدي الفاصوليا. بعدين بعتقد بدها نص معاش عم تحكي عنها. فاصوليا حمراء اذا مش معاش كامل يعني. ايه بس تفكر جو ككلفة ان جنرال لانه كمية صغيرة. لا كثير كثير منيح. ايه وبخاد الدجاج مش عم نستعمل صدر الدجاج. صحيح. حتى في يكون جايبة فروج انا ومقطع عطت من قطعه بكون عم بستعمل فيه. تماما. اوكي فاذا ما لقوا البلاك بينز بيقدروا يكونوا عم يستعملوا الفاصوليا الحمراء او الفاصوليا العاديه بس اكيد بدنا نكون ناقعينها وسلقينها من قبل الوقت. صحيح. هلا رح ضيف البهارات، بهار حلو، بهار ابيض، واكيد الملح. كل كميه الملح شاف؟ لا ما رح احط كل كميه الملح لانه هلا بدي ضيف مرقه، والمرأة لما تكون هي مالحة بحد ذاتها مزبوط بتكون مالحة إلا إذا كنا شرينا بلا ملح. أوكي فإذا هلأ بصل ثوم كزبرة والبهارات، هلأ بدي أضيف الرز. أنا مستعمل الرز الأمريكي، كباية كل كباية رز بدها كبايتين مرق إذا كان الرز منقوع، إذا ما كان منقوع كبايتين ونص. منقلبهم كلهم مع بعضهم. عادة الفاصوليا لما نشتريها اوريدي كاند يعني بمعلبات بتكون مستوية، يعني بتكون مستوية يعني على الاخر، يعني ما بدها سلق. صحيح. ساعتها منضيفها من بعد ما يستوي الرز. أوكي. يعني بعد ما يخلص الرز اخر مرحلة منضيف الفاصوليا. ذكرتني بالرز تبع الكاري بيكون كمان في هيدي النوع من هيدي الخلطة. مزبوط. تشبهها بس انه مش توتالي انه مش بيكون رز بيور يعني بيكون معه اشياء ثانيه. صحيح. لكن بس بالنسبه للفاصوليا اذا كانت مستويه على الاخر بنضيفها من بعد ما يستوي الرز. اذا حسيناها شوي بعدها بتقرش بقدر اضيفها مع الرزات مع الفاصوليات يستووا كلهم سوا مع بعض. تمام. اوكي هلا رح ارجع ازيد الدجاج. فينا نقطعهم قطع اصغر شاف يعني اللي هيدا ورك هيدا ما بيتقطع. ما بيتقطع. لا بس اذا كنت مستعمل انت الصدر او مستعمل فروج كامل بتقدر تكون مقطعه اصغر. تماما. وهلا منضيف المرقه. مثل ما قلت كل كبايه رز كبايتين مرق. هيدي بدها نار خفيفه وتخطرهم يعني بدها وقتها لتطلع اكله. صح. وإذا في عنا تقالة بالبيت هيدي الفخارة فوق المكونات مزبوط كمان تطلع بيرفكت أحلى وأحلى أحلى وأحلى. فإذا بس هيك بحرك شوي صغير الرزات من هون ومن هون بس حتى ما يلزقوا. وهلأ بيستوي الرز والدجاج سوا مع بعض. من بعد ما يستوي أنا الفاصوليا لأنه أرادي مستوية ما رح ضيفها هلأ، نضيفها بعد ما يستوي. تنشف المي على الآخر، بشيل الدجاجات بحط الفاصوليا بخلطهم وعادي بقدم الرز ببين بقلبه الفاصوليا وببين بقلبه الكزبرة، يعني صار في عندك اللون الأبيض واللون الأحمر. تمام. واللون الأخضر والدجاج إلى جانب. في حامض شاف؟ إيه بالنسبة للحامض كمان ما فيه يضيفه هلا، رح يضيفه مع الفاصوليا لما يخلص. مزبوط لما يخلص الطبق ضيف عصرة حامض حتى ما تمرمر. تمام. دائما الحامض على السخن ما بيمشي حاله. اكزاكتلي. فبس خلص يعني هلا هون عندنا نحن تقريبا بين 10 دقائق والربع ساعة حتى تنشف المي على الآخر عن الرز. تماما. ساعتها بضيف الفاصوليا ورشة حامض أو عصرة حامض. وألف صحتين. وألف صحيح. صحتين. قلتي لي بدها بين 10 دقائق وربع ساعة مش أكثر على النار بنغطيها شيف. مزبوط بغطيها من بعد ما تغلي المي. تمام. ممكن ننطر المي حتى تغلي بتركها على نار خفيفة حتى
تستوي على رواق، حتى هيك شوي شوي وتكون الطبخة مثل ما بقولوا الطبخة السريعة بتحترق. شايف مزبوط، يعني على طول منقول تاخد 5 دقائق زيادة ونحصل على النتيجة اللي نحن بدنا. 100% مثلا حاجة نشوفك شايف بكرة إن الله راد، بكرة شو محضرة مبدئيا؟ يعني شي حلو. يلا ألف صحتين لليوم ولبكرة. ثانك يو شيف نادين. مشاهدينا مع هيدا مع هيدي الفقرة وصلنا لختام حلقتنا لليوم، بقيت نهار ممتع بنتمنى لكم برفقة برامجنا بتلفزيون لبنان، بكرة بتمام الساعة 9 موعد جديد، إلى اللقاء.